السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخواني الكرام ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا إشعار وديكور. إذا أحبابي في الله، احنا في المراحل الأخيرة لتتمثل في نزع الواقي على يعني ألواح الألمنيوم أو ما يسمى ب يعني طلع، ولكن اللي يقول لها الأليكو بوند، علما ان الاليكو بوند هي اسم لشركه بحال بيست بوند بحال اكا بوند بحال ستار بوند بحال في اي بي بوند. فالاليكو بوند هي ايضا من العلامات الرائده في هذا المجال، هذا في صناعه الالواح الالمنيوم بحال ستاك بوند او ما يسمى بلارسون. فهذه من العلامات الجيده والجميله جدا، اضافه الى بيست بوند بلس والاكا بوند، هي ايضا يعني من افضل الانواع التي يمكنه العمل بها. فالان الحمد لله وصلنا لواحد يعني تقدم في العمل ديالنا كما شفتوا معنا بالنسبه للجري اللي خدينا. فاحنا خدينا الجري لكن ماشي جري جبري، هو خفيف شويه على جري جبري ولكن رائع رائع جدا مع التركوا، يعني تعطينا واحد اللمسه اللي هي لمسه جميله جدا. اذا احبابي في الله، بعد ما درنا الريدوات بقاونا درنا عطانا شي خوا هنا في اللور، فحاولنا اننا نديرو ليه هو الكاش ديالو، انها تعطينا بودره تكون بودره يعني كبيره شويه عريضه شويه. فهي باش نبدا من الان، فبالنسبة هذا فيما يتعلق بالبانو، خلينا لي هنا واحد سميتو واحد لوفيرتو ديالو واحد لونطري، إلا كنا إلا غادي نديرو إن شاء الله تعالى الحروف ديالنا الغوليف باش أننا نشنتيو الخيوطة ديالنا ونحطو الترونسفور، يعني تيسهل لينا أننا نخدمو. إذا هذا فيما يخص البانو اللي قادين على برا. الآن غادي نشوفو الكونتور اللي قادين حتى هو وهذا. إذا خدمنا 0.4 بلس هذا الجري هذا اللي غيكون بحال واحد الشابو، غيكون في الوسط هكا وغادي يكون هابط من الفوق حتى لتحت، غيعطينا واحد الشكل رائع جدا جدا. إذا هذا هو ديال هنا. البيبان اللي خدمنا نوع ألفا ألمنيوم ألفا، بالنسبة لهاد الحيط هدا راه مكانش، درناه بالبياطريز. هنا غادي يكون بارتي فيكس افيك ان كوليس، يعني لونطري غيكون كوليس. بالنسبة لهدا تا هو مكانش، درناه بالبياطريز وغادي نصبغو وغنديرو ليه صباغة الخيال، خيال ولا فيروز ولا نوتر فانتور اللي غتكون مزيانة. بالنسبة لهنا راه درنا لامسترونغ كيما كتشوفو معانا، وهذا راه مسجد يعني
غادي تكون هنا الموكيت ديالو، نفرشوا ليه العود عاد ندير ليه الموكيت وندير ليه شي صبيغه تكون مزيانه لتليق بالمسجد. السده ديالنا حتى هي راه صوبناها كما تشوفوا معنا الفراش، درنا العود عاد درنا يبدا يفق العود. إذن أحبابي في الله، يعني هذا المستوى لاش وصلنا في انتظار إتمام العمل إن شاء الله تعالى.